تتابعون في حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع: ما الأسباب السياسية التي تعزز المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان؟ ما السيناريوهات المحتملة للأوضاع في المخيمات الفلسطينية هناك؟ وكيف يؤثر ذلك على الوجود الفلسطيني في لبنان؟ وفي زهرة المدائن: الاستيطان الصهيوني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين: تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.